فكرة باشمهندس أحمد ده أشطر مهندس آي تي، ده بيصلح لنا كل أجهزتنا تقريباً. يا ريت، علشان أنا الحاجات اللي على اللابتوب مهمة قوي. إيه؟ صورك على البحر؟ لا مش قصدي على صوري، رواية. أنا بكتب رواية. وكمان فنانة؟ يا إحنا لازم نحل المشكلة دلوقتي حالاً، بس تكتبي لي إهداء. أكيد. معلش بس عايزاها ثواني، تعالي بس عايزاكي ثواني. فالهق والمق ده؟ هق ومق ايه يا رب؟ في ايه؟ ما تصعيش عليا يا فرح، واحد غيره كان زمانك اديتي له قلم مخبرين. طب وطي صوتك. هو يعني بصراحة ايوه اوكي، هو امور شوية ولطيف بس عادي يعني. طب ما تدوسي يا فرح. لا يا حبيبتي ادوس ايه؟ انا مش لاقية وقت اكل اصلا من فريد. وبعدين الكلام ده كان زمان يا رضوى، ايام ما كنا شباب، لكن انا دلوقتي لياقتي العاطفية راحت.